استووا استقيموا تراصوا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية
قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. All praise and thanks belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, and may the peace and blessing of Allah be upon His servant and final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As to what follows, my dear respected brothers and sisters in Islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. The last surah that the Imam read was Surah what? Surah Nuh. This is a name of a prophet, and there is an entire surah after his name. I'll just share with you a few reflections bi-ithnillah, so that we can connect with this surah and understand the guidance that Allah subhanahu wa ta'ala offers in this surah. Of course, you all know that when we read the Quran, it is not about just to earn 10 hasanat per letter. Some people read the Quran so that they can retain it in their memory, because if they don't, they'll forget the Quran. And some read the Quran because this is the holy book in Islam and we're supposed to read it. But higher than all this, we are supposed to read the Quran because of the guidance that Allah Azza wa Jalla has put in it. That's why we read the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, He said this in many parts in the Quran. Allah Azza wa Jalla, He said, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. When Allah Azza wa Jal described this Quran, He said there is no doubt in it. And then He said, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. It is a great guidance for those who are pious and righteous. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. And there's something special about the Quran in Ramadan. Because Ramadan is the month in which we fast, and fasting leads to what? What does fasting lead to? What is the purpose of fasting? We all know. التقوى لعلكم تتقون. So if fasting is increasing you in taqwa, Allah Azza wa Jalla, He said هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. You put the two together, meaning when you fast, your taqwa is increasing, and the Quran is a guidance for the muttaqeen. So a person connects with the guidance like never before, especially in the month of Ramadan. This is what is supposed to happen in a person's relationship with the Quran. You're supposed to see the Quran, each and every single ayah, as a guidance, as a road and a direction in your day and in your night. How to deal with people. There is ayat that teach you how to deal.
There are ayat that teach you how to talk. There are ayat that teach you what to do during the day, during the night. If you're stuck, if you're confused in a situation, there is ayat, perhaps half an ayah, one word, that will offer enough guidance in terms of what is right and what is wrong. This is the Quran, this is what it does. Allah subhanahu wa ta'ala, he said, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Once again, Allah Azza wa Jal, he said, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ. Noor in this ayah هو النبي صلى الله عليه وسلم. And some said al-Islam and some said al-Quran. And of course, noor that came from Allah Azza wa Jal is all these three things. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. A book has come to you from your Lord. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ. A book that if you were to seek Allah's pleasure, then Allah Azza wa Jal would guide you to the guidance that is in this book. Allah subhanahu wa ta'ala, he said, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. I tell you, wherever you go, almost in every second juz, you will find a mention that the Quran is a guidance for mankind. So when you read the Quran, this is the ultimate intention that you read the Quran with. Where's the guidance for me? So if we looked at Surah Nuh, and that was the last surah that the Imam read, and it's just a few reflections from the very beginning, Allah Azza wa Jalla, he said, إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Azza wa Jalla is informing us, giving us a fact, that we indeed had sent Nuh to his people. أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ, warn your people before a painful punishment gets to them. You see, this is it. The believer that has a tawheed and embraces the oneness of Allah and knows that there is no Lord worthy of worship except Allah Azza wa Jalla, he needs to now have the attitude of rushing to save others. And the da'i's first job is to warn before giving good news or congratulating someone. Warning. And this is exactly what Allah Azza wa Jal revealed to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anthir. Ya ayyuhal muddathir. Allah Azza wa Jal is speaking to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that was covered up. He said to him, qum fa'anthir. Get up and warn. Because al-kafir, if he remains upon this life of kufr and ingratitude and rejection of Allah subhanahu wa ta'ala's message and the prophets, then he's on a path. He's on a path to the hellfire. And if someone is on a path to the hellfire, that means there's danger ahead of him. The first sensible thing to do is to warn him from the path that he's upon. So قُمْ فَأَنذِرْ, warn. And that's exactly what the Nabi sallallahu alayhi wa sallam did. After 3 years of private da'wah in Mecca, he came out and he stood on the mountain of As-Safa. This is the same mountain that we stand on when you do Al-Hajj wal-Umrah. And he gathered Quraysh and all its tribes, and he said to them, إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ إِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. He said to them, I am a warner to you. I am warning you from a tormentful, severe punishment that will come ahead of you. And then he said to them, قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. Say لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ and you would succeed. For that's the approach and that's the methodology of the one who is calling to Allah subhanahu wa ta'ala. You need to see where the wrong is, where the error is, where the evil is. And then you need to warn those that are on it in a polite manner. In a polite manner. Then Allah Azza wa Jalla, he said, قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Subhanallah. In this ayah, you find the total submission of Nuh alayhi salam to Allah's command. And look at this. Allah said, أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ, warn your people. The next moment, قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Immediate submission to Allah's command. The next ayah is saying, he came out to his people and he said to them, my people, I'm a clear warner to you. There's I need to question Allah's command. Is this the right approach? Isn't it the right approach? How am I going to come to these people with a new message? They're worshipping their idols. And it's a bit awkward. How do... قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. And then
When he said إني لكم نذير مبين, he explained how he's a warner. So he said أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Three things. That's all. This is the entire message of a da'i. The entire message of a da'i is in 3 seconds. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله, worship Allah, because there's no one worthy of worship except Him. اعبدوا الله, He's the one who created you and provides for you and sustains you. He caused your life, He causes your death. He decrees all your affairs and matters. If there's someone else that does that, we'll worship Him. But there isn't. That's only for Allah Azza wa Jal. So it makes complete sense. اعبدوا الله واتقوه. اتقوه meaning implement His commands and keep away from His prohibitions. And that's exactly what Ramadan is teaching us. التقوى. اعبدوا الله واتقوه. اتقوه meaning increase in your hasanat and your obedience to Allah and less in your sayyat and your disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what التقوى is. وأطيعون, and obey me, because the Prophet is supposed to be obeyed. Right? And this was the message of every single prophet. You know, the message of every single prophet to his people are 4 things. Every messenger and every prophet called his people to 4 things. Number 1, التوحيد, which is اعبدوا الله. Number 2, واتقوه. Every prophet commanded his people taqwa of Allah Azza wa Jal. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Right? So التوحيد, اعبدوا الله, اتقوه, follow his commands and keep away from the prohibitions. Every single prophet commanded his people, وأطيعون, obey me, which is the prophet. Every prophet told his people, follow me and obey my commands. And one more thing, who knows? What's the 4th thing that every single prophet called his people to? La. In terms of يعني, worships. These are facts that they would give them. And information. يغفر لكم. He called them to al-istighfar, to seeking forgiveness. Every single prophet called his people to al-istighfar. This is why we'll find in Surah Nuh towards the end of the first page, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah Azza wa Jalla said, قالت لهم رسولهم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. This is all prophets. They would call their people to istighfar. Why? Why would they begin their da'wah by inviting the people to istighfar? Because if the people sought forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, the result is going to be يرسل السماء عليكم مدرارا. A lot of provision and a lot of sustenance will come from Allah Azza wa Jal. The doors of the skies will open and provision will shower the people. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. And Allah Azza wa Jal would give you amwal, wealth in abundance. وَبَنِينَ, and children in abundance. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. And He'll make for you gardens and rivers. All types of sustenance and provision Allah Azza wa Jal will provide those who seek His forgiveness. So the first thing Nuh alayhi salam would call them to is al-istighfar. Because if they do istighfar, then Allah Azza wa Jal opens the doors of the paradise in the heavens and He will shower them with blessings and mercy and provision and sustenance. They'll get excited because there's no one except that He loves something of this worldly life. And if they knew that Allah provided them this after their istighfar, they love Allah subhanahu wa ta'ala. They'll love the worship and they continue in their worship and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. But going back to the first part of the surah, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهِ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ. The result is يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ. He will forgive you for some of your sins. You see, the previous nations, when they made a tawbah and istighfar, some of their sins were removed. Not all of them. It was only special for Ummat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam that the one who embraces La ilaha illallah and worships Allah and accepts to follow al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that they enjoy a complete removal of their sins. Only. This is something special for Ummat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And we thank Allah Azza wa Jal, and we're forever grateful to Allah Azza wa Jal that He made us live and be followers of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On the day of judgment,
The greatest people are those who followed Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from among all the nations. نعم يغفر لكم من ذنوبكم. But the idea is this: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. The fact that a person embraces التوحيد, says لا إله إلا الله, that is a reason for why his sins are removed. There is nothing that wipes away sins more than التوحيد, right? And this is why in the hadith of Abu Dharr رضي الله عنه, he said to النبي صلى الله عليه وسلم, one day give me advice. So when النبي صلى الله عليه وسلم said to him, إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها, he gave him general advice. He said, if you were to ever do a sin, any sin, سيئةً, major, minor, because this is nakira, that tanween at the end implies it could be any kind of sin. If you do any kind of sin, follow it up with a good deed. It will wipe away the sin. So he said to him, Abu Dharr رضي الله عنه, he said, Ya Rasulullah, أمن الحسنات لا إله إلا الله, is saying لا إله إلا الله from the good deeds? And would this qualify as a good deed enough to wipe away the bad deed, no matter how big it was? Nabi sallallahu alayhi wa sallam surprised him with his answer. He said to him, هي أفضل الحسنات. That you're asking if it's a good deed. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said to him, it is the best of the good deeds. There's nothing better than la ilaha illallah. Why is it the best of good deeds? Because this is how you enter Islam. This is what Islam is all about. It's all about at-tawheed. And so as a result, when a person commits a sin and says, La ilaha illallah, it's enough to destroy the most stubborn of sins that he has in his record, right? So this is what this is not only for people, nor this is the guidance. Here, my brothers and sisters in Islam, and what I'm sharing with you is the guidance from the ayat. Meaning as soon as you hear this, now you keep in your mind that if I اعبدوا الله واتقوه وأطيعون, Allah would forgive the sins. And this is what we all want from the month of Ramadan. We want to come out with the last day having all our sins forgiven. Because if not, then the Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he said, disgraced and humiliated is the person who witnesses Ramadan, comes out of Ramadan, and his sins were not forgiven. This is what we want. We want forgiveness. And why was such a person disgraced? Ibn Rajab rahimahullah, he says, because of the hundreds of opportunities to seek forgiveness. You could have earned forgiveness through your fasting, through the Quran, salat, tahajjud, and salat al-layl al-taraweeh. You could have earned it through laylat al-qadr. You could have earned it through a dua, through one istighfar you said at the sahar time. Hundreds of opportunity to earn Allah's forgiveness. So disgraced is the one who leaves Ramadan having not had his sins forgiven. But we have good thought and good hope in Allah Azza wa Jal. And good thought in Allah that Allah Azza wa Jal will wipe away our sins. But the good thought in Allah should only come after action. That's when you think good of Allah Azza wa Jal. Once you've done what you have to do, now is the correct position and time to think good of Allah Azza wa Jal. Finally, my brothers and sisters in Islam, I quickly take you to the end of the surah. What was the last ayah in Surah Nuh? رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Number one, he told these people, استغفروا ربكم, and he himself follows his own advice, and he said, رَبِّ اغْفِرْ لِي, my Lord, forgive me. Number two, Nuh alayhi salam remained among his people giving da'wah for how long? 950 years. At the end of the surah, yani at the end of his da'wah, at the end of 950 years, he's asking Allah to forgive him. 950 years of calling to Allah. At the end, he didn't develop any type of arrogance within him to say, Who's going to call like me? 950 years. I top the list in a da'wah. The worship should never get to the point where you become arrogant about it. No matter how much worship you did, 950 years of calling to Allah, this is a tough job.
It would have been better. It's easier to pray 950 years than to call others to Allah Azza wa Jalla. And you know the pain and the suffering of a da'i. Within the surah in the middle, and I skipped the whole middle part, but the whole middle part speaks about the pain of a da'i. قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِلًا. All this is about the pain of the da'i. You won't experience this if you were to pray 950 years or fast 950 years. So 950 years of the most noble, righteous act. Al-ulama, they would say that if you were to call others to deenullah subhanahu wa ta'ala, preach to others, engage in a da'wah, it is much better than salat al-taraweeh. It is much better than all the voluntary acts you do. And even then, after 950 years, he acknowledges his shortcomings and his weakness and his flaws and his faults. And he says, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. رَبِّ اغْفِرْ لِي. Right? What we're learning is that never ever allow a good deed you do to get the better of you, and then you begin to develop arrogance after it. This is very bad. Very bad. You know, this is why Allah Azza wa Jal, he says in the Quran, he says about Ibadur Rahman, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. These are people that spent the entire night in salat. The next quality was, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ. A night full of salat. And then the last dua they made before the night ends, our Lord, turn us away from Jahannam. But he's still afraid of Jahannam. An entire night of worship, and he's still afraid of Jahannam. And he's still conscious that there is a possibility for him to be thrown in Jahannam. So they made a dua and said, اصرف عنا عذاب جهنم. This is why العلماء رحمهم الله, they said, لأن أبيت عاصيا وأصبح مستغفرا تائبا أحب إلي من أن أبيت طائعا وأصبح معجبا. العلماء رحمهم الله, they said, if I was to sleep upon a sin, let's say you slept upon a major sin, and then to wake up the next morning regretful, repentful to Allah Azza wa Jal, that is much better than sleeping upon a major worship and waking up the next morning arrogant. You understand? For the idea that the guidance that we're seeking from these ayat is that no matter how much worship you did, it is full of shortcomings, it is full of fault, it's damaged, it's broken. Who can stand and say, Ana, my salat in all of Ramadan, one juz' behind an imam stood, I did not move left or right. This is exactly what Allah wanted from me. No one would dare. فإذن, once you realize this, you humble yourself and you realize that I need istighfar in my life so that Allah Azza wa Jal can patch up the shortcomings in the worship and accept them from me in the way they are and admit me into the paradise. Wallahu alam, we ask Allah Azza wa Jal to accept from us all. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا،
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء كذلك يضل الله من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرقوا وحلوا أساور من فضة
وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين My dear brothers and sisters shortcut message open your eyes and your ears and be with me few seconds today I receive a question Sheikh which one better to pray in the masjid or in the street The guidance of the Prophet ﷺ used to pray in the masjid. Why are you going to leave the prayer in the masjid and go to the street? I said to him, may Allah reward you, brother. MashaAllah, good. I wish that you pray in the masjid. Anyway,
The big aim behind praying tomorrow in the street is the following. As you can see yourself, every day in the masjid, praying Isha and Taraweeh, which is a big blessing of Allah upon you. We have some our brothers and sisters, we didn't see them during the month of Ramadan in the masjid. Devil tried to keep them away from his houses. We go into them, we catch them in the street and allow them to pray. They are our brothers and sisters, okay? Yani, if didn't come to you, go out to them, see where are they, bring them to Islam. For tomorrow, inshallah, the prayer here normal, as it is, more, because tomorrow we'll fill up our stud and let the people go in. Inshallah, all these floors will be full tomorrow. What my advice to the sisters especially? Humayda al-Sa'idiyya came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, I would like to pray with you. He said to her, I know that you love to pray with me, but you pray at home better than pray at my masjid. Faithan, the message to the sisters especially, keep away from the street. Pray at your home better than pray at your masjid. Or pray in the masjid better than to pray in the street. Do you know that يعني, Muslim different type of, different level of faith? Some of them Muslim, alhamdulillah, ويعني, fasting, praying, some practicing in between. يعني, inshallah, we'll catch them tomorrow in the Holden Street. Let them pray with us, inshallah. We have a special area for them at the back of the lines towards here, our masala, the prayer will start from the middle of Holden Street to the, what this street here? Okay, you know it. For what I would like, whoever going to pray here or outside, the message not for you or for everyone, show your behavior, your etiquette, your manner tomorrow, because the news already today announced that tomorrow a prayer in the Holden Street. The council announced it, and everyone will not be able to stop anyone will come, Allah Sala, come, watch the Muslim while they're praying, hear what they're reciting. This is the night of Ramadan, which is not only food to drink, only that. The Ramadan is praying, reciting Quran, provide beer for others, and come watch the Muslim 1 hour, inshallah, tomorrow going, yani reciting the Quran, Isha prayer, then Taraweeh prayer, normal, 8 plus 3 witr, plus short talk to my son Abu Bakr, and what else? And inshallah, we're going to have big team, brothers, sisters, dawah team, and service team. We're going to provide sweet and water, welcome everyone, show the perfect face of Islam. This is Islam, this is Muslim, this is our religion. Mashallah, we're praying, we're reciting Quran. Let them hear the words of Allah. If they hear and Allah want good for any one of them, He will open His heart to accept Islam. Do you know, brother, up to now, only front of our Qaf, front of our masjid, 20 brothers and sisters into Islam. And before 2 days, 9 together from Newcastle, they came here, where everyone saw them. This Maksab Azim want our generation, our children, the real Muslim, want them to come to the house of Allah, want them to pray wherever they pray, because the devil try to attack them, keep them away. We give a chance to the brothers who have a stall in Holden Street. Let them pray even once. Taraweeh, stop everything. Tomorrow, no food, no buying, no selling from 7:30 to 8:30. Respect to the prayer. We see that inshallah will be heavy security, police, everyone to let this event successful. We want all of you to be helped, avoid any trouble we appear. Maybe some people come,
want to do any trouble. La la la, avoid it. Calm down, brother. Welcome. This is sweet. This is water. Okay? Because under watch the world, not only people in Sydney, it will be life. It will be life. Fa'inshallah, yani we hope is this event to be successful. We ask Allah Azza wa Jal to make it easy for everyone, or to open the hearts of the people to love Islam, to like Islam, to see the real face of Islam. With this good opportunity, the first time happened in Australia, the prayer in the street. فأسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم وأن يجعل هذا الحدث يعني حدثا عظيما رسالة message from the Muslim in Lakemba to the rest of the people who used to come to Halton Street to eat or drink only. Let them see the other face of Islam, which is the relation between the Muslim and his Lord at night, praying, reciting the Quran, the words of Allah Azza wa Jal. Maybe Allah Azza wa Jal guide some of them to the Islam. More beloved to Allah than the best of the world. If one enter Islam through your hand, it's much ahabbu yani min hamr al-na'am. Barak Allah bikum. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. و just do you know we have our brothers have da'wa stall in the middle of hostel. They used to pray Maghrib in the street. Well, they allow them to pray, alhamdulillah, good. Just now, as Brother Mazen said, one of the girl accept Islam. They ask her, why you choose to enter Islam? She said, I like you praying in the street. So Allah opened my heart towards Islam and she entered Islam. She saw the Muslim only praying in the street. Tell you this story. Once, a man was walking and he saw someone washing his foot. Washing his foot. Washed for his foot. Then he said, a religion command the followers to wash the foot. It is a clear religion. Then find and he enters Islam. Asks from one to another. He find out that this Muslim was performing wudu. Was performing wudu, washing his foot. Because a non-Muslim, did you see any non-Muslim washing his foot? نحن will wash our foot 5 times a day. Maybe they wash their face once. For this, we show you the cleanness of this religion. فأسأل الله عز وجل يعني أن يشرح صدور الناس لدين الله عز وجل ويعود إليه. والله خير لهم. It's better for them in this life, in the hereafter, to come back to the Lord. No one يعني take care and mercy them more than the Creator. أرحم بهم من أمهاتهم. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استقيم ورحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت
وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وإثم ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك والفوز بجنانك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واصرف جوارحنا إلى طاعتك اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.